قدمت بفضل الله تعالى كامل استعداداتها لمباشرة مهامها ممثلة بقطاعاتها الأمنية وإمارة المناطق في أداء مهمة حج عام 1444، وذلك بتأمين وتنفيذ خططها الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. لا يكتفي بذلك، إنما كذلك إدارة الحشود وتنظيم التنقل حجاج بيت الله الحرام منذ دخولهم في منافذ المملكة المختلفة برا وجوا وبحرا حتى وصولهم إلى العاصمة المقدسة ووصولهم المشاعر المقدسة كذلك في منشأة الجمرات وما يتعلق كذلك في تنقلهم إلى المسجد الحرام. وأضاف الشلهوب في تصريحاته لتيرتي عربي أن السعودية تعاونت مع تركيا للمشاركة في مبادرة طريق مكة عبر وجود فريق سعودي لإنهاء إجراءات سفر الحجاج الأتراك في مطار اسطنبول لمنع انتظارهم في طوابير الانتظار بالمطارات السعودية. تستكمل بإذن الله أو وصول كافة حجاج جمهورية تركيا وفق مبادرة طريق مكة. اليوم مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، لأول مرة تطبق في تركيا. تمت وزارة الداخلية كافة ما يتعلق بهذه المبادرة بالتنسيق مع الشركاء الآخرين. فريق سعودي متكامل متواجد في 7 دول للعام الخامس، من ضمنها لأول مرة تطبق في تركيا وكوتفوار. اليوم المبادرة يمكن تمجيتهم على متنها، صالة سعودية متخصصة في مطار الدولة والانتقال مباشرة من المطار إلى صالة متخصصة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد في المدينة واستلام الأمتعة في الفنادق مباشرة. اليوم التقنية طوعنا التقنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.